مشاهدينا ومشاهدينا الكرام على موقع وتلفزيون الصراحة الإخباري، بعد التحية من حضراتكم شيماء قدر خميسي في تغطية خاصة ونقل لمراسم تشييع جنازة شقيق الفنان محمد فؤاد، وملامح الحزن تبدو على محمد فؤاد وعلى جميع الحضور من الأقارب والعائلة. يتم تشييع الجنازة بمسجد أنس بن مالك بمنطقة حلوان. رحم الله الفقيد وأسكن فسيح جناته شقيق الفنان محمد فؤاد، وهو عبد الحميد فؤاد عبد الحميد الذي توفي خلال الساعات الأولى. من الحزن تسود الوجوه، وجوه الحضور خلص الدعوات لأسرة الفقيد وللفنان محمد فؤاد للصبر والسلوان. من أفراد الأسرة والعائلة حاضرين لتشييع جنازة الفقيد، الفنان محمد فؤاد وأسرة الفقيد، وخالص الدعوات للفقيد الراحل عبد الحميد فؤاد عبد الحميد بالرحمة والمغفرة، أسكنه الله فسيح جناته. تم تشييع جثمان الفقيد عبد الحميد فؤاد عبد الحميد شقيق الفنان محمد فؤاد بحضور عدد من الأقارب والأسرة والعائلة. محمد فؤاد يبدو عليه ملامح الحزن، رحمه الله الفقيد
وعسكر الفسيح جنات. Thank you.